تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جدا. اكيد حضراتكم يعني خدتوا بالكم ان كان في ازمات كتير في الاونه الاخيره، وكان لفتره مش قليله او مش قصيره ما كانش في ردود من الجهات المعنيه المنوط بها الرد على ما يثار في الفتره الاخيره. امبارح مجلس اداره اتحاد الكره اصدر بيان ومجموعه قرارات بعد اجتماعه الطارئ، شملت القرارات عدم قبول اعتذار لجنه الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها قامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم بيرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات. كمان مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك. كذلك تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب وجاري التفاوض معهم حاليا للتعاقد مع أصحاب هذه السير الذاتية وتحديدا الأفضل منهم لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية بالكامل. الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم بعد مراجعة الجهة الإدارية. الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام السابق بعد الموافقة على استقالته ومراجعتها من الجهة الإدارية. عقد مؤتمر صحفي لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة. أعتقد بيان مهم جدا ونقدر نقول إن هو حتى وإن كان متأخر شوية بس صدر أخيرا. هو أعتقد امبارح كانت كل المنابر الإعلامية والصحفية بتتحدث إن ده أمر كان لابد منه، حتى لو طبعا. أنت اتكلمت إن طبعا. هو متأخر إلى حد ما، لكن لابد إن هو كان يبقى موجود رد فعل، لازم يبقى في رد فعل. أنا كمواطن، أنا كرياضي، أنا كشخص قائم أو تابع للمنظومة الكروية، أنا عايز أشوف لما حد بيغلط بيحاسب. فده بيان إلى حد ما في تفاؤل لأي خطوة جاية أو قادمة. النقطة الثانية بقى اللي أنا كمان حابة أتكلم فيها، أنت بتتكلم إن أنت بتدور دلوقتي أو بتشوف سيفيهات مختلفة حد يحل محل مارك كلاتنبرغ، هذا المحكم الدولي صاحب الخبرات الكبيرة جدا اللي محدش يقدر يختلف إن هو يعني كان معاه سيفي قوي جدا لما تم اختياره. يعني محدش يجي دلوقتي ممكن يقول لك هي فشلت، يعني التجربه بتاعته فشلت علشان هو مش صاحب سي في كبير، لا ده مش حاصل. الراجل ده ما فشلش عشان صاحب سي في كبير، الراجل ده فشل لاسباب كتيره جدا، تمام؟ فانا اللي يهمني، وانا مش هعلق كتير، انا اللي يهمني ان لما يجي استقطاب او هيبقى اختيار رجل اخر سواء محلي او هنجيب حد برضو ذات خبرات اجنبيه، ان الراجل اللي جاي ده يبقى عنده حاجات تحميه، يبقى عنده قوانين ماشي عليها، يبقى في رؤيه واضحه، يبقى سير العمل بشكل واضح، محدش يجي يقول لك بقى عبر زوم عمرو مش عارف ايه الحاجات اللي بعد كده اتقالت، يبقى في عقد مدته محدده، لو حد فسخ العقد يبقى في ريميدي زي ما بتقال، او يعني بيبقى في عقوبه بطاقه عمليه او وات ايفر بقى حسب العقد، العقد شريعه المتعاقدين، فيبقى في حاجه تضمن لي في الاول وفي الاخر ان الاسم اللي جاي ده هيقدر ان هو يعمل او ينفذ مهام عمله على الارض بشكل سليم، هنقدر ان احنا نستفيد من وراه، هنقدر ان احنا نطور المنظومه ونحل المشاكل اللي عندنا، وفي نفس الوقت ينال الحمايه اللي لازم ينالها طالما هو جزء من هذا الكيان. دي او يعني انا مش عايزه اتكلم كتير بس دي بديهيه، انا ما ينفعش حد يجي يشتغل عندي ويعرض لمشاكل او يعرض لاهانات. فاللي حاصل ده والتصريح ده او البيان ده، ده بيان محترم وبدايه محترمه، وهنتابع مع حضراتكم اكيد ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه لسه يعني واضحه جدا او معلومه نقدر نقولها اكيده، لكن ده او دي البدايه، ضربه البدايه، ونشوف ايه اللي هيحصل، لكن ده شيء محترم.